ايه رأيكم في العصير الجميل المنعش ده؟ عصير ليمون كده من الاخر، عصير زودناه له القيمة الغذائية بتاعته ان احنا ضفناه مكون شال المرارة خالص بتاعت الليمون، اداله طعم ألذ، غير ان هو زود من قيمته الغذائية. طب ايه المكون ده؟ يلا بينا ندخل الفيديو ونشوف احنا زودناه له مكون ايه خلاه شال مرارة الليمون خالص وزود من قيمته الغذائية وادانا اللون الجميل ده. يلا بينا ندخل على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه في الجو ده؟ انا عن نفسي هعمل عصير منعش ولذيذ وينفع اكتر حاجة في الجو ده. عصير ايه؟ عصير الليمون طبعا من اكتر العصاير المنعشة والمفيدة في الجو الحر ده، وطبعا كمان عصير غير انه منعش ولذيذ ان هو صحي وبيدينا طبعا ايه مقاومة كده، وبيدينا كمان طاقة وبيدينا مناعة وبيزودنا المناعة. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. احنا هنا بقى المرة دي هنعمله بطريقة كده مختلفة شوية، وهنضيف له مكون مختلف وما نستغربش منه. ايه بقى هو المكون السري بتاعنا؟ اللي هو اللبن، عصير ليمون باللبن. وهيبقى جميل ولذيذ، وهنعرف ليه هنضيفنا له اللبن. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة كده بسم الله، جبت الليمون عندي اهو، قشرته وقطعته على نصين، عندي كوباية لبن، طبعا الليمون الكمية اللي انتوا عايزينها، عندي كوباية لبن وعندي السكر، كمية الليمون اللي عندنا، وهننزل بالسكر بتاعنا حسب طبعا السكر حسب الرغبة كده، وبعد كده هننزل بكوباية اللبن بتاعتنا، وهننزل بشوية مية صغيرين كده بس كده. هناخده بقى نضربه، طبعا انا هفصل عشان ما سمعكوش صوت الخلاط، ونرجع تاني مع بعض كده. هناخده نضربه ايه ونرجع لكم كده. احنا خلاص بقى العصير بتاعنا، هناخد كده العصير نصفيه بقى. جميل جميل جميل، كمان اضافة اللبن زودت المناعة بتاعته. هصفيه بقى كده وارجع لكم. كده بقى العصير بتاعنا بعد ما خلص، عصير جميل ومنعش ولذيذ. طبعا المكون اللي ضفناه اللي هو اللبن اداله زود من قيمته الغذائية، غير انه شال اهم حاجة، شال المرارة بتاع الليمون. عشان كده قلتلكوا العصير هيبقى ألذ بالمكون السحري اللي هنحطه، لان شالنا اي مرار في الليمون، عشان كده اداله طعم احلى واقوى، غير طبعا ان هو ايه زود المناعة. يعني كده عصير كده من الاخر. طبعا الليمون عارفين القيمة الغذائية بتاعته، وزودنا القيمة الغذائية بتاعت عصير الليمون باللبن. اتمنى العصير يعجبكم، وان شاء الله تجربوه، هيبقى جميل قوي قوي قوي، وبالاخص في الحر ده. واسيبكم في حفظ الله.